رسول الله هي الصلاة والسلام عليه. إخواني جماعة المسلمين، نحن الليلة مع الدرس 15 بعد 100 ومع حديث خاتم المرسلين سيدنا محمد، حديث الكبائر، ومع الكبيرة الثالثة ألا وهي القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحد الله. ولقد استمعت اليوم بعد نشرة الأخبار 8:30 استمعت في الإذاعة إلى جريمة قتل كان فيها عجب ولنا عليها تعليق. وأنتم تعلمون أننا إذا علقنا على الأحداث فإنما نعيشها في ظل الإسلام. وحد الله. الجريمة وقعت في حي بولاء الضفور، تاجر باع منه 5000 جنيه، سرق منه 5000 جنيه، اتهم 3 أشخاص أشقاء اخوات بعض. انتوا اللي خدتوا الفلوس؟ قالوا لي لا، احنا ناس مش حرامية. طيب روحوا القضاء، راحوا القضاء، القضاء بعد التحقيق برأهم، الشهود شهدوا ان الناس دول ما نكونش صلة بالسرقة، وكان يجب الموضوع ينتهي الى هذا الحد، لان الشهود شهدوا والقضاء برأ وخلاص نبقى نشوف مين اللي سرق ده. حاجة ضاعت من بيت او ضاعت من محلك، هو الراجل بيشتغل بتاع دوكو، بيكر الطيارات دوكو. هتشوف يمكن واحد من اللي في الوسط، يمكن ابنك، يمكن واحد من الناس المطلعين عليك بيشوفوك بتحط الفلوس فين، تبقى تدور. لغايه هنا السلام كان يجب ينتهي، انما اللي حصل الراجل لما القضاء برأ الثلاثه الاشقاء لم يخلصوا ذلك، فقابلهم مشهور في الشارع معاه مسدد جبارب الثلاثه بالنار، واحد مات في تعسف والاثنين التانيين في حاله خطره، وابوهم بقى ربنا يكون في عونه بيسالوه، بيسال ابو الاولاد اللي ماتوا بقى من الاذاعه، بتسال المحققين بيسالهم، لان واحد مات والاثنين ما يقدروش يتكلموا مضروبين بالنار، واحد اتكلم في حال بتاعه والاثنين في حاله سيئه هيموتوا، يعني حتى لو عاشوا مش هينفعوا. كان يقولوا له يا عم سعد انت ايه الحكايه بتاعت ولادك دي؟ اسمعوا شوفوا الدنيا ماشيه ازاي، وشوفوا ان الدوله بتساهم بقدر كبير في نشر الجهل بين الناس. قال لا، نشر الجهل والبعد عن الله، يعني كان يجب الاذاعه بدل ما تضحك الناس، والله العظيم يجب تهكي الناس، لان احنا حالتنا تهكي. يعني احنا بتوع افلام ولا بتوع ضحك، والجوكر ومش الجوكر، محمد صبحي وغيره، الكلام ده كله بقى يجب نصم الشعب عنه، لان الشعب حالته ميله، الشعب حالته ميله، والله شوف المحطه، شوف المحطه. يا عم سعد ايه الحكايه؟ قال له يا بيه انا عيالي طيبين ومش حراميه. الراجل ده ودانا القضاء، رحنا القضاء، الشهود شهد ان احنا اغرياء. قال لا، نروح للدجالين. راح للدجالين اللي بيشوفوا البخت وبيفتحوا الكتاب فالدجالين قالوا لا، ده ابنك اللي سارق ال 5000 جنيه ما تصدقش. قال نعمل بشعه. ايه البشعه دي؟ وحد الله، قل لا اله الا الله وسمعني الصالح الخبير. قلبك يا سيد، انا بس بدور على جانب العقيده في الجنايه، في الجنايه، لان الشعب دلوقتي بيسبح بعضه، ما في واحد لو معاه ارم غزال او مسدس
واصبح قتل النفس يجئ فيه، مع ان النبي قال زوال الدنيا وما فيها اهون عند الله من قتل امرئ مسلم. الدنيا كلها سوء اهون عند الله من كل مسلم يقتل. تصور ان في ثمانية من اهل اليمن قتلوا واحد فعاد عمر بن عبد القطب رضي الله عنه. سيدنا عمر قال انتوا اشتركتوا قتلوا انتوا الثمانية؟ قالوا يا امير المؤمن قال تقتلوا انتوا الثمانية. واحد يقول له عمر سيرة الثمانية واحد؟ قال والذي بعث محمدا بالحق لو اجتمع عليه اهل صنعاء، فارسل صنعاء عاصمة اليمن، لو اجتمعوا عليه لقتلتهم جميعا فيه. عشان يقطع دابر ولكم في القصاص ايه؟ حياة. ولكم في القصاص حياتهم يا اولي الالباب يا اصحاب العقول لعلكم تتقون. قال يخلي الناس تشتري على القتل ايه؟ القصاص. بيروح لاول محامي ثلاث اربع محامين 5000 جنيه خلاص يوجد له ثغرة في القانون بان اذا ما فيش ترصد ولا ضبط اصرار يطلعوا براء. فالناس ما بيتكش ليه؟ اصل انا مش بكره الله. يقول لك ادخل السجن والسجن للرجاله، والغالي لما بيدخل السجن ينصرف عليه وبيدخل له الجبنه، انواع الجبنه كلها تدخل له، الجبنه الكريمه والجبنه البيضاء والشستر والسستر والمستر والمشروب بشمبر في السجن ومرات تزوره. انا يتكش ليه؟ انما لو انضرب عنقه بالسيف مش دخل المشرقه عند اشماوي، لا القتل الشرعي النبي قال لا خارج الا بالسيف، يعني لا قصاص الا بالسيف زي ما بيعملوا في السعوديه، بيقفل الميدان ويضربوا الناس الراس بحيث ان يكونوا اهل القتيل موجودين اولياء الدم عشان يشفوا غيرهم. تنزل رقبته بالسيف خلاص. انما هم سابوا المساله، بصينا لقينا الصار ظهر واحد لقيته في الصعيد مثلا، ده لا يتعمل له ميتة ولا حد ياخد عذاب، والتل التربه بتاعته سودا لغايه ما ياخد الطيب ويكروها ابيض يبيضوها، وهكذا ويلقيت البريد ويمكن يقتل فيه 15 ويمكن اذا الطفل يتقتل يتقتل فيه 30 ويتم الصار ماشي لغايه المساله ما تخلص على الحيتين. ليه؟ لان مفيش قصاص. ما هو لو الحاكم حكم بما انزل الله القاضي حكم ويبقى خلاص الكل هيتوب وهيتاب. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمع القران على النبي. تعال شوف الحكايه اللي اسمها البشعه اللي بيقولوا عليها دي. ايه البشعه؟ انا بسمح في دفاعك طبعا، انا راجل بيتكلم ما شرحش البشعه، انما انا عندي خلفيات عنها ومعلومات. البشعه اللي بيجيبوا المتهم اللي سرق ويجيبوا صينيه، انت عارف الصينيه اللي بتعمل فيها الفطير او الرقاق او اللي البطاطس بتاع الفرن دي، ويحموها في النار ويجيبوا المتهم يقول له ريحه الصينيه دي بالسالب، يقول لك اذا كان بريء النار مش هتاثر فيه، لسانه مش هيتاثر، اذا كان متهم لسانه هيتاثر. فالراجل بيقول احنا لما حط الصينيه احنا ما جبلناش حاجه، وابنه لما لاحظ الصينيه لسانه فقر. ابو غادي يحتشر عليه؟ مش يحتشر عليه ابدا. النبي قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر. الشهود في اليمين شاهدات قاتلات، ما دام الشهود هدول ويشهدوا خلاص القاضي ياخذ بشهادتهم، ولا تأجلت الجلسه للمداوله ولا تأجلت حتى يطلع المحامي على الاوراق ولا النيابه تستأنف ولا في كلام من ده في الشرع ابدا. في شهود خلاص نحكم بالشهود يبقى المساله انتهت. وهو ضاعوا 3 اولاد في لعبه بشرب مية، واللي طبعا بيقتلهم هيدخل السجن او هيسرق بيته. ادي 4 5 بيوت قتلوا بسبب ايه؟ بسبب عدم توعيه الناس باحكام الله. انا عايزك توحد. مع ان سيدنا النبي دي نادي بيقول من اطاع الرافض او ساحرا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. يبقى كفر اللي يروح للساحر او الدجال او اللي بيشوف الفنجان او اللي بيفتح الكتاب او اللي بيضرب الرمل.
كل ده هو اللي يروح له ويصدقه بما قال يبقى كفر بما انزل على محمد. ليه؟ لان اللي انزل على محمد قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. طيب هو اللي خلى 5000 جنيه دول هيعمل بهم ايه؟ والله العظيم ان كان في الشارع حرم او خماره هيسرق ليه؟ ما هو ده كان حاج ياكل. طب ما هو اكل العيش مع الشرفاء. الواحد نهار ما يحتاج لو فرش بقدر الفول هياكل عيش، لو جاب شويه ترمس هياكل عيش، لو راح شويه فرش هياكل عيش. لا ربنا بيقول لك بس انت اعمل سبوبه وانا اجيب لك الرزق على طول. افتح يا عبد افتح. فاذا قل بصلاته انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انا عايز اتوحد. شوف النبي بيقول ايه؟ النبي يقول كلام عجيب. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خناقا وتروح بطانا. يعني احنا مش زي الطيور؟ عقليتنا ما حصلتش عقلية العصافير. تطلع الصبح جعانك تسعى على لقمة عيش او تنجح اخر النهار بطانك شبعانك وشبعانة بس ومحملة لسه او لسه. الصغيرين اللي لسه ما يقدروش يطيروا. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. انا عايزك توحد من لا اغفل ولا يلا. طيب وبعدين هل في حد النهارده بيعتقد بان لا يعلم الغيب الا الله؟ الناس اللي بتروح للسحره دي واللي بيروح يضرب الفنجان واللي قبل ما يتجوز يروح لواحد كذاب يقول له عم الشيخ كعبلها انا هتجوز. عايزك تشوف النجم بتاعي والنجم بتاعك. تعرف ايه يا راجل يا جاي؟ هو ده سكرتير خاص للقاء المحفوظ؟ يوم يقول له ده اسمك. يقول له اسمي احمد. يقول له الالف ب15 والحاء ب45 ب15 و45 يا ابو سكرتير. والمين ب33 ونص. والدال مش عارف ده 20 يبقى 120 بيودي الجيزه. حوالي ادي اسم المين؟ اسمها السيتا يا عالي ابراهيم. طيب يمسك في سيتا يصنط بين الحروف ويدي لكل حرف رقم يقول له اوعى من الجواز ده. ليه؟ يقول له اصل هي نجمها مائي وانت نجمك ترابي. ميه زائد ترابي فلسطين تبقى جوازه مقدمه بسيط. يا كده هو. والعجب العجيب ان انا اشوف الكلام ده في السعوديه في مصر. انا بقدم فرصه الحج لقيت اسره من الاسر السعوديه قاعده وجايبه واحد قال ايه جاي من الاردن اسمه الشيخ جبر وكل واحد قال يشوف لبعض. انا قاعد اتفرج على الجبل دول. قال وانزل ببلادك انت عارف ان الفلوس عندهم كتير. اما الشيخ جبر النهارده جاي من الاردن بقول له واحد بيجي كل سنه هنا قال كل سنه يجي وراني السفيق البطل. وكل واحد يقول لي شوف لي بخت وبخت مراتي. قلت له بختك مايل. وبعدين يقول لي يا شيخ مش هيشوف بختك. ده الشيخ جبر بيقول لي وصل الله يبقى ايه بختك يا شيخ جبر. شوف لي بخت ايه؟ الشيخ جبر جمع من الحكايه دي 4 حملات غير الفلوس اللي بتتحلل على بنك عمان. ورزق الهبل على المجانين. وما دام فيه مغفلين يبقى المطب خير. واحد من اللي يحصل ولا يا ناس. وبعدين كل سنه كل سنه ميلاديا نبص نلاقي الصحف مطلعه لنا الفلكيين بيتنبؤوا باللي هيحصل السنه القادمه. السنه اللي فاتت قالوا ان انقلاب عسكري هيحصل في ليبيا والقذافي هيغور في ده. السلام عليكم. هو القذافي في ايه؟ في ليبيا. ده مش ليبيا بس ده راح الشاي كمان. ده راح الحدود السودان. هذه السنه اللي فاتت يبقى كذب ولا مش كذب؟ كذب. مش الحكمه بتقول كذب المنجمون ولا صدقوا؟ ها؟
وفي الوقت اللي بكبر المنزلون ولو صرفوا ولو جت صفقة هم في الزمان برضو الان خزاته حيموت رائد اما الخزاته هم معانا هو ده مش معانا بس ده راح الشاك كمان انما تمني احنا بنكره الخزاف يبقى الخزاف احنا ودي مفتدى احنا قال الفلكي كان بيطلب بيقولوا مين حيموت الخميني منزلين الكلام ده هو في الجريدة يقول لك الخميني حيفوت السنة دي والتلات فلكيين بيقولوا ان الخميني حيموت وخلاص ولابد نموت طب افرض ما ماتش هتعملوا ايه؟ اما لو تنكسفوا افرض ماتش كنتوا صادقين ابدا اصل حكايه البلد دي فهلاوه في مصر فهلاوه تعرف فهلاوه ازاي؟ انت عارف لما راحوا سالوا الاسيس قالوا لي ابوهم هي السنه دي ايه؟ قال لهم السنه دي خاص خاص يعني ايه؟ والله ده حلوه تبقى خضره ده تحفه تبقى خضره اهي قهوه بس لا قهوه ولا بتاع فمسألة الفلكيين دي مسألة بتناقض العقيدة يعني انت بتشرك مع الله غيره بتشرك مع الله غيره ولذلك والله الواحد يحجب لما يقرأ القرآن الكريم بيقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون تعرف يعدلون يعني ايه يعني ينصرفون عن الله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايلهم مع الله قليلا ما تذكرون اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ايلهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أنت عارف الآية دي كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى يوصلنا لإيه؟ اسمع قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أما حكاية الفلك دي حكاية الفلك الرجال زي حكاية واحد ملك وحرمه الملك ده كان عنده حمار فأصدر مرسوم ملكي اللي يعلم الحوار بتاع الملك يتكلم بالانجليزي الملك هيديله فيلا وقصر وحراس وعربية مرسيدي طبعا ما فيش ولا واحد يقدر يتقدم وإذا جه واحد قال إن أنا هعلم الحمار من إنجليزي ومعلموش انضرب رقبته بالسيف طبعا الناس خافت من الموت وبعدين الحمار مش هيتقدم إنجليزي عمر الدونكي ما يتقدم فالملك بس راح حشاش يخبط على باب مين قال له قال جاي ليه قال له يا مولانا مش عايز واحد يعلم الحمار من إنجليزي قال له قال انت هتخلي الحمار يتكلم انجليزي؟ الله قال له تدرس انجليزي؟ قال له ايه؟ يعني الواحد قال له انجليزي؟ قال له تمام امال ايه؟ علمه انجليزي قال له هتاخد فيلا وعربيه وحراسه وسفرجي وقف قال له اه ما هو تمام بس يا مولانا انا ليا شرط عندك ما هو انت عايزني اعلمه الانجليزي واذا ما علمتوش هتضرب رقبتي انا ليا برضه ليا شرط عندك قال له اسمه
قال له اديني مهلة 50 سنة. بعد 50 سنة استلم مني الحمار مكر تمام. يعني ينفع يبقى رجل خبير مرة ثانية؟ قال له شرط موت تمام. اصرفوا له القصر يقصيه والدور العربية وجميع الامكانيات والمراجع بتاع الانجليزي كلها تحت تصرفه عشان احنا عايزين الحمار ينقق بالانجليزي. ها؟ يا جماعة حتى تبدا لكم ان سمعه بقى تعدي من المسألة دي. قالوا لها ثانية ليش يا سمعة؟ امشيت على نفسك. قال لهم ابد. شوفوا بقى قال لهم ايه؟ انا خدت على الملك شرط 50 سنة. والله 50 سنة دول يا انا اموت يا الحمار يموت يا مولانا يموت. ايه راح المسألة؟ ايه راح المسألة؟ انفكت الان. ها؟ والمهم ان انا دلوقتي على الارض. ها؟ وبتمتع بالخدمة والاكل اللي اكله الصبح ما يجيليش الدور. والحكامة شاكلها بالسيكس وبالكيك. ها؟ فكذلك حكاية الدجالين اللي عندنا بتوع الفلك. اذا الحمار مات ما ماتش فيه. والله يدونا كمان سنة على اللي يشوف يظهر حصل لعبة في ال خلينا نرفع الشل ملك الموت. اصبر احنا من اول الخميني. اذا كان بيتك من زجاج فلا تر من نكر الحجارة. رأى الخميني ولا بيجي يعني مين فيهم اللي مين اللي أزالها من فيهم؟ بيجي اللي بتحضر ياسين اللي ذبح وفتح كفر قاتل اللي ذبح الفلسطينيين. القبر اسرائيل اول امبارح اهي مسه 5 فلسطينيين مش اللي بيتهم كبت عليهم بنزين وحرقت. كبت عليهم بنزين وحرقت 5 فلسطينيين اسرائيل. والله الخميني اذا كان قتل ده قتل من باب ولكم باختصار في الحياه. قتل الناس اللي هي ذبحت 60,000 ودمرت 200,000 عجزة ومعوقين. وبعدين الراجل الحمد لله لا بيأذينا ولا بيشمنا ولا عصفه الطين وصالح. الطين وصالح ولما الحقير قالوا ان البطلق مرتب قديه يا مولانا الامام. قال لهم البطولي مرتب طالب علم. يعني اتفضوني ان انا لسه طالب وفضولي جراي. يعني هذه شيء الابرات مرتب ربيت. فما نسيب الناس بحل. نسيب الناس بحل. وبعدين ده مهما كان بيقول لا اله الا الله. واحد قالوا ده بيقول الله اكبر خميني اكبر. ما قالوش خميني اكبر ده بيقولوا خميني احبر احبر يعني زعيم اللي هو الفارسي. هما يقولوا عشان يقولوا خميني اكبر من مين الخميني. وقالوا ده عايز يحمل مأز منتظر وبصينا لقينا العلماء قاموا بتوع اخص عليك يا خميني. واحد يقول ده مجنون والثاني يقول ده مشعوذ والثاني يقول مأز منتظر. الراجل عقد جلسه مع السفراء وقال لهم هو انا لو قلت انا وهو المهدي استمد شرفه الا من رسول الله. انا اقول الكلام ده برضه هو المهدي مهدي الا لانه حنك من رسول الله. كان حول المهدي محمد ناس وشار الشريعه ويجي المهدي يكملها. انا كفرت. انا جبلت اعتبار هذا الكلام. انا حتى الانسان من هنا يعني يجب لما يتهم الناس يتهمهم بعقل يعني. انما عشان خاطر نقول ونعيد وبتاع خميني من يموت او يحيى فما هو محمد الا رسول قد خلت من استغفر كل الحنون استغفر بالعبد عشره في الخالق وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقه الموت. وبعدين ما يقول لك خميني خلص وين ولد ابن الشح يمسك الملك. ده الفلك اللي بيقول يعني شيء متفصل كده عندنا. ها متفصل تفصيله تمام. مجلس ممكن. ها متفصله تمام. يا اخويا احنا يسلم ربنا يقول انا الوحيد اللي علام الغيوب. نقول له لا ده احنا عندنا ناس بتعلم الغيوب. وبتعرف الناس هتموت امتى. والله ده الامام مالك غلب مع ملك الموت في المنام. شافه في المنام قال له مين انت؟ قال له انا ملك الموت. قال له ارجوك تقول لي انا حموت فتوحد الناس لا اله الا الله. كل سؤال هو ادرس ملك الموت. ما هو اللي خليك على من كنترول يكون هو ايش ده اقول لي اللي مغليك ان شاء الله اللي يقبض بعينة ده. ده مش واحد تخيل حد ابدا يدخل كده مرفوع الراس والناس ملمومه حوالين الصغار. يلا انا كلكم بقى عارفين وكده بص بقول لي بقى يا شيخ يا عم ده جمال عبد الناصر واللي واقف ده الفريق فوزي والمشير فلان والعميد والبتاع وتحت منه مطار سري والساحه المشحه حواليه. انت دخلت ازاي ملك الموت؟ طب بقى الفريق طابوق انت بتعمل ايه؟ انا بقيت الضغط وانت بشوف النبض وانت بحلل الدم
اشوف نسبة الكوليسترول والسكر وانشف. انا واقف بقى الفتح اللي ربنا طول عمره وانشف. لا 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 اركن بقى انت هو. السلام عليكم يا جماعه انا جاي لك بقى عشان جاي تعمل ايه؟ اوديك بقى افضل الاخ. طب مش ممكن اعتقي لك؟ الله اذا كنت رأيك. في حد كمان قد جمال في الدنيا؟ راجل كان يشاور بصباعه الدنيا في الدنيا. يمسك قلم ويودي ادخل في خيمة السجن. لا كان بيعبر حد ولا كان عنده حد كبير. ها؟ ولا مين اللي اكبر منه؟ اللي فوق. واحد الله. واحد الله ولا اله الا الله. وسمعني الصلاة على سيدنا النبي. أو جمال ده لما دخلني انا السجن راح الطبيب خاص بيه كان اسمه الدكتور احمد ثروت الله يرحمه الجميع. كان بيصلي معانا في الجامع ولا النبي صلى الجمعة على الامين. قال لي الشيخ راح فين؟ قال له ذهب وراء الشمس. وكان اللي يجيك سيرتي كان يعني كاتب يعني اخويا كان يمشي في الشارع الناس كانت تمشي في الشارع كنا ناخد شيخ اللي يتكلم علينا ناخد عدوى. يعني حاجه كان ارهاب ما بعده ارهاب. انا طلعت من السجن والله كان واحد لما يجي يسلم عليا والله لولا كنت احوشه كان عندي بوس رجلي. لا يا ابني حرام. طلعت من السجن شافني ماشي في الشارع اخويا لا محاولت لحد ولما يا شاب. طب عليك يا حد طب بقى انه ايه؟ مش هيجي. قال لي يا مصدر انا جبت بقى السنك لان عايز ارد عيالي. قلت له يا ابني هو انا يا ابني اصبحت مخيف لدرجاتي؟ ها؟ فكانت المساله كده. احمد ثروت بصفته كان طبيب خاص بالجمال عبد الناصر. قال له الراجل ده مظلوم. الراجل ده مظلوم انت دخلت السجن ليه؟ قال له انت بتدافع عنه ليه؟ قال له والله لا لا في بيني وبينه نسب ولا ما عرفت. قريب اصلي عنده. طب وجيت نبقى السوق. قال الجمال قال له شرف لا يمكن يطلع من السجن ثم انا حي. ليه؟ قال كلام نفس اللي بلغ الكلام. ان انا ما بدعيلوش على المنبر. إلا أنا ما بجيش ترتب، إلا أنا ما بطبقش الآن الحياة ما بعرفش أطبق، إلا أنا اللي تعرف يا ولادي إنه بفضل لك كده أهو بفضل لك كده أهو، يا حبيب الاشتراكية يا أمير الإنسانية بنفضل لك كده أهو الطبلة تضرب، بنفضل لك كده أهو واحد يزمر في الارتقاء بدوره. ظبط كده الكلام بقى وصل له شحن ودنه وهو ساكت الراجل ما عندوش رحمة ولا تفكير كان عنده البلد عزة. قال ودوسي ودوسي. رحت الداخلية يدوروا على اسمي في كشوف الاخوان مفيش. في الوضع مفيش مالش من الاتباع لحد بس. اللي كانوا بيقولوا له لولا المصطفى لكان المصطفى هو المصطفى. ولولا الشيخ الوضع حمارا لا يتخذ. مفيش. سلوحي. هذا صار في الشيخ هيبقى ده سلوحي. شيخ ماركي شوف. طب ما اللي بيقول له قاضي يا فلان بيه نحطه على قائمة ايه؟ انتوا اعتقلتوه. هتحطه على قائمة ايه؟ يخرج من الشبان المسلح وشبان ولا اخوان ولا شيوعي ولا ودي ولا سعدي. اخرج تثبيته تحت عنوان ثورة مضادة. مضادة حاوي. المهم هو كيف بس يعني؟ هو اللي هتحيرهم؟ هذا ده مش هتخيره ولا يقول لك قرروا على واحد مسيحي على زعم ان هو من الاخوان. اول ما دخل وراهم الصليب. ده ما الصليب ها؟ قالوا يا بيه قالوا ان احنا بطلين. يعني رد على الغلط ده. اكتبوا يا جدع تحت عنوان شكوى عادي. شكوى ولا حرف ايه؟ دخل على القشر عمل معاه سقف من الصلاتي. ها؟ ايوه. فقال له مش ممكن هيطلع صلمان على فيه والله العظيم. بعد سيدهم قلت لهم ما تخلوش حد يتوسط لي ابدا لان اللي ربنا هيقضيه هيقضيه. لان انا اول ليله دخلتها بيت داخل القلعه يعني شفت المنام في جواب جاي لي بقراه قال لي اصبر صبرا جميلا. قلت له ده هتطول. الناس اللي معانا قلقانين اللي في البيت. كان معانا واحد جايبينهم السويس فيه يا ماما في سجن القلعه بتصبح الصبح كده بصوتها اللطيف. اليمن يقول وحدوا ربكم كده بصوته الجميل. فكان اخينا ده يعدلها كم مره تقول؟ قالت مره 18 مره؟ قال احنا هنقعد 18 يوم ونص. اتعرفت؟ قال لي يا ماما قالت 18 مره. قلت له طب اسمع بكره شوف هتقول كم مره.
لم يمارس الشرك خطا. الفضل 18 و 20 و 8 و 3 في قول بالك. قول بالك. هو قال مش هيطلع بعد غصبنا لقينا موسى بين ضارب البلد مكسر وجريتهم الارض يا بتوع الثوره الارض مرمرهم في الصين خلاص الكتف على دمهم قالوا طلعنا من اجل نرجع داخل بقى. طلعنا في 68 وجمل على قيد الحياه وهو قادر ربنا وشوف ان اقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل يا رب دايما فهذا واحد يقول لك ان فلان حينود السنة الجاية والله اذا الامام مالك ما عارف يقفتها من ملك الموت. انا ما فضلي كم يوم ولا كم شهر ولا كم فضلي اديها ملك الموت. شاور له الصعب والخمس. الامام مالك قال له مظلوم. قال لي يكونوا خمس ايام وانا لسه يعني عايز اوقف حال. اللي بيسافر الكويت ولا ليبيا نقط شهر يوقف حال. يجيبنا بيضة وده نحن اخضر ينشيب ولهم له فيها نشوة ويبتاع. الحليب اللي بتبقى احنا خلال ويشيك لمون وبتاع. فأرد الحالي فراح ابن سيرين قال له محمد قال له نعم يا إمام أنا لا شفت المنام في ملك الموت وأقول له فضلي قد إيه تقول لي صواب الخمس قال له يا أخوان خمسة تكون خمس أيام ولا سنين ولا شهور قال له والله يا خالي لا هي شهور ولا أيام ولا سنين يا ملك الموت عايز يقول لك إن سؤالك هذا في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ملك الموت يعني الراجل المتخصص في قبض الارواح ما يعرفش ما يعرفش احنا هنموت امتى غير حاسس. الامام راح يعزي واحده ابنها مات فسالت له يا رسول الله افي الجنه هو انت الله هذا النبي عليه هو اعلم بحاله مني وتلا قوله تعالى وما ادري ما يفعل بي ولا بك الا اتبعوا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. وصلوا على السراج المنير صلوا على البشير النذير. خلص امور في الغيب لا يعلمهن الا الله الا الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير. فأظن عيب قوي إن احنا ننشر في الجرائد إن عندنا ناس بتعرف الناس هتموت إمتى وهيحصل إيه بكرة وهيحصل إيه على امتداد سنة ويقول لك مش عارف حاكم عربي كبير يموت هذا العام وهو إذا مات واحد معهم كتير مطرب هيموت هذا العام. الله مطرب كده ده ممكن يكون هو واحد كل سنه على الاقل يعني. يعني مسألة ما بكرش ام كلثوم وعبد الحليم وعبد المطلب وطرب العش فبعضه كمان ما كمان تقول لك ايه فلاح هيموت الثلاجه حامل هيموت الثلاجه خمار اسود ولا احمر ابيض ولا جحش اخضر ولا اي شيء يعني ما تجيب اي حاجه. حد هيقول لك لا جعفر منى يقول هو اعمل جعفر منى هيحاسبك. طب اشمعنى قلت خميني هيموت ما قلتش قابوس بتاع حمام هيموت لانه حبيبنا لان هو اللي فاضل معانا. قلت له يبقى لو ما قلت يا صرخي هضحك سالي المساله فيقدر اقول لك فلان وفلان هيموت لا يعلم الغيب الا الواحد واحد الواحد لا اله الا الله. سمعت واحدة سيدنا محمد لا يعلم ما في غد الا الله. انا عايز اتوحد ربنا اقول لا اله الا الله. ملك الموت بيبص سيدنا سليمان الوزير قاعد وزير البلاط السليماني قاعد ملك الموت ده تصور بالشكل الجميل يعني الملائكة اجسام نورانية تتشكل بالاشكال الحسنة. خد قعدته مش قال الوزير بيقول له سليمان يا ملك مين اللي كان هناك؟ قال له ايه؟ قال له انا شايفه طول ما هو قاعد بيبص لي بس في ايدك وفعلا كان بيبص لي. قال له ده الوزير قال له ايه ده سفير الهند في اورشليم ولا سفير امريكا ما كانش لسه امريكا تخش الفاتوره ها؟ انا مسافر 492 دي وما لي بالي يا حبيبي. قال له ده ملك الموت. حضرتك ملك الموت
ده بيبص لي غير انه نشر علي بيكلمهم ايه يفتحش زي اللي كنا نفتح امه. طب عايز ايه يا ابني؟ قال له اعمل معروف مر الريح ان تحملني الى بلدك. لا يمكن اقعد في بلد دار عملك الموت تسيبني فيه. واخد بالي مني؟ ها؟ اعمل معروف ريحني. تعرف ان سيدنا سليمان ربنا فسر له الريح. ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره. خلاص اركب اطلع تذكره اركب كم في الهند. روح الهند بس. سيدنا سليمان بعد شويه على ملك الموت جاي بالظروف سهله. انت ايه تنزلات انت كل شويه الحمد لله. اهلا وسهلا. قال الرجل اللي كان عندك ده اللي لسه هو قبض روحه الوزير، انا لسه دلوقتي موجود في بلاد ايه؟ قال له ما كنت تبص. قال ربنا امرني ان انا اقبض روحه في بلاد الهند، فلما لقيته عندك وخلاص الاجل قلت له شويه ابراهيم استغربت يا رب انت امرتني ان انا اقبض روحه في بلاد الهند، ايه اللي جابه مع سليمان هنا؟ وامر ربنا لابد تمشي. فرحت عشان اركز امر ربنا في المكان اللي حسبه ربنا لقيته منتظرني الان. اهلا وسهلا. يا مرحبا يا سيدي الوزير. وما تدري نفس باي ارض ايه؟ تموت. الا الله عليم خبير. ان الله عليم خبير. فالمسلم يجب ان يحافظ على عقيدة الغيب لا يعلم غيبا الا الله. الا الله. ولذلك ثلاثة لا يدخلون الجنة. العق لوالديه ومدمن الخمر والمصدق بالسحر. واحد الله. العق لوالديه لان عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر الجسيمة. ومعنى العقوق يعني انكار فضلهما. جحود فضلهما. ها؟ والله احد في الارض يقول لي بجحى على ابن اللي ربنا بقول له ليه يا سيدي؟ ما انا بقول له احسن. هل تتصور بيعيرني بيقول لي لما انت فقدت تخلفني ليه؟ واد عنده 20 سنة. راح يجاز بتبص لبعضها. واحد يبقى جاب لسه من بص عايز من نقاط الاستهلاك ده هو القميص اللي مكتوم عليه حاجه لو قرارب من ورا ابن الفقير المفرخر عايز يتقرن براخه. يعني ربنا يرحمنا ويهدينا ويتولانا برحمته وربنا ينجينا من هذه الايام. ربنا ينجينا من هذه الايام ويصرنا. اللهم اصرنا على طبخنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله.